إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصصنا هذه الحلقة للأخ محمد مول الكاسكيطة اللي حاليا راه معتقل. فأولا بغيت نطلب من جميع المغاربة أنهم يدخلوا يتفرجوا في هذا اللايف، وأنا كنقول علانية لن أدافع على محمد الملقب بمول الكاسكيطة، ولكن لابد من قول حقائق جد خطيرة. لن أدافع على محمد مول الكاسكيطة، ولكن يجب قول الحقائق كما هي، فغير باش الشعب ما يبقاش يعني مغلطينه في شي حوايج اللي كانوا شفناهم بعينينا وربما سكتنا نظرا لاننا يعني ما بغيتش انا بعد انا شخصيا ما بغيتش نتسرع في هذا الموضوع وما بغيتش نتكلم عليه، ربما يعني البزاف ديال الحوايج الفيديوهات اللي كانوا تلاحوا على انه يعني كان في حاله سكر، بزاف ديال الامور اللي غير واضحه، ولكن ملي وضحت الصوره فثقوا بيا ما خاصنيش نسكت. وبما اننا كنفضحوا الفساد ليكن في علم الجميع على ان الى جينا نتكلموا على الفساد فربما الفساد راه عم البلاد، وربما اذا قول ملك البلاد الفساد عم البلاد اي اصبحنا نعيش مع الفساد في هذا البلد، وربما راه الناس اللي هما عندهم مناصب راه ما كيتحاسبوش، الناس اللي عندهم السلطة وكيفسدوا راهم ما كيتحاسبوش، الناس اللي كنعطيوهم لكم بالاسماء ديالهم انهم كيفسدوا وكيديروا الناس الاراضي او كيديروا امور اللي جد خطيره او كيهربوا الاموال او طاحوا في ارواح قتلوا ناس فهم ما كيتحاسبوش، او بالاحرى كتقولوا فتح تحقيق. فاليوم جيت نكشف لكم واحد الحقيقه جد خطيره، وانا كنقول لكم هي جد خطيره الاخوان، خاصكم تعرفوا، ضروري خاصكم تعرفوا. فمن بعد يعني ما اتصلنا مع الاهل ديالهم والزوجه ديال الاخ مول الكاسكيطه او المحامي اللي هو عنده علاقه بالموضوع او هذا الشيء كله، اليوم غادي تعرفوا ما هو سبب اعتقال هذا الاخ هذا. فكيف ما قلت لكم الفساد راه عم البلاد، وانا اليوم ما كندافعش عليه، انا اليوم بغيت نكشف غير واحد الحقيقه وما غاديش نطول عليكم في هذا لا فيديو هذا، بغيت نكشف لكم، انا كنقولها وكنعاودها، بغيت نكشف لكم حقيقه لا غير. اذا غادي نمشيو للموضوع. فاول كذبه كانت هي 14 ضحيه، هاد السيد كينصب ولا ما كينصبش، غير اول كذبه كانت هي انه كانت واحد القوله اللي قالوا الجرائد اللي كانوا كتبوا عليه قالوا على ان هناك 14 ضحيه، فالاهل ديالو كيكذبوا هذا الشيء، وربما حتى المحضر اللي قال على ان المحامي كيقول لك راه كيكذب هادشي، ما كاينش حتى 14 ضحيه. انا بغيت نوصل لكم غير الحقيقه باش نتوما ما تكونوش يعني غافلين، باش الشعب ما توهموش الصحافه الزرقاء، الصحافه المرتزقه، الصحافه المخزنيه، الصحافه اللي خاضعه تحت المخزن وما كديهاش في الشعب. هذه صحافه اللي كتوصل لكم الاخطاء، او بالاحرى كتوصل لكم شي ميساجات اللي هما مغلوطين. انا ما كنبرئوش وما كنقولش على ان هاد السيد هذا بريء، ولكن غادي نعطيكم التهمه اللي كاينه، التهمه اللي عند هذا السيد هذا انا غادي نقولها لكم، غير ما يجيش شي واحد ويقول لك على انه عنده 14 ضحيه ونصب على الناس وكذا. هذا الشيء هذا الاخوان راه ما كاين حتى شي ضحيه وقف عليه في المحكمه، والمحامي ديالو كيقول هذا الشيء. خوتي الله يجازيكم بخير، ما معروفش عليا على انني غادي نوقف مع شي واحد اللي ظالم. وانا نجيكم من الاخر، هذا الاخ مول الكاسكيطه ما عنديش به علاقه وطيده باش تفهموا، مول الكاسكيطه ما عنديش به علاقه وطيده، ما عنديش يعني ماشي اون كونتاكت معاه اللي كنعرفو عن قرب، ربما تكلمت معاه في الفيسبوك، ولكن باش نقول لكم على انني عندي به علاقه وطيده وكنمشي عنده وكيجي عندي وكنطلق معاه فهاد الشيء ما كاينش، ولكن قدر نكون شفتو مره، ولكن لقول الحقيقه وحتى الناس اللي خانوه فانا ما كيهمنيش، انا اللي كيهمني هو هاد السيد هذا غادي نقولوا الحقيقه ديالو. كونوا متاكدين على ان اخر فيديو نشر ديال انه كاين واحد الشوافه في طنجه او في الشمال، فقبل ما ينشر هذا الفيديو هو السيد عنده مشكل واحد، هذا المشكل هذا اللي عنده مشكل مع واحد السيده اللي كاينه او بالاحرى مع شي وحدات اللي كاينين في الشمال، هذا الشيء كاين، والسيد دايرين ليه النصب والابتزاز وربما الفساد، هذا الشيء هذا اللي دايرين ليه هو. اما باش ينوضوا الصحافه ويكتبوا عليه على انه كاين 14 ضحيه، فانا كنقول لكم اخوتي الله يجازيكم بخير راه ما كاينش هذا الشيء، 14 ضحيه ما كايناش. هذا ميساج بغيتكم توصلوه لاي واحد على ان السيد ما عندوش 14 ضحيه، عنده مشكل مع واحد السيدات اللي هما عايشين في الشمال. اخر جلسه
توصلنا من عند الآلية على أنه ما جاوش، هذه حقائق خاصكم تعرفوها. لكن كيبقى الموضوع جد خطير، فين كيتوفر الخطر ديالو؟ ملي كنتكلم هذا السيد على واحد الشوافة اللي كتربط علاقات مع شي وحدين في الأمن، أو بالأحرى شي وحدين اللي هما يعني في المخزن، فهذه هي الوقت اللي تعتقل فيها، هذا هو الوقت. فملي قال على أن هذا السيد عنده أدلة على هاد الناس اللي هي واحد السيدة شوافة كتمشي اللي كيشوف، والله هذا أصلا أنا ما كان آمنش بهذه كلمة شوافة ولا، المهم هذه مشعوذة اللي عندها علاقات، قال على أنه عنده أدلة وكاين أدلة جد خطيرة. في هذاك الوقت اللي قالوا عنده أدلة شدوا هذا السيد وتعتقل، أي أن هنا كنفهموا على أن هذا الأخ هذا ربما شكل خطر، بالرغم من أنه عنده مشكل مع واحد الناس اللي كيف ما قالت مرته أنه كان كيحضر في الجلسات وما كانش كيتعقل، لكن في هذاك الوقت بالضبط اللي كان غينشر فيه الفيديو ديال هذه المشعوذة وعلاقتها مع بعض الناس اللي عندهم في اللي يعني في السلطة، فتم الاعتقال دياله. الإخوة اللي كيقولوا أنت ما كتعرفوش يعني ومنين عرفت الحقائق، فهاد الحقائق حاولت نعرفهم من عند أقرب الناس لي اللي هي الزوجة ديالو، وحاولت نعرف هاد الحقائق من عند يعني شنو قال لهم المحامي هاد ديال وحتى المحاميين كلهم اللي استشرت معاهم الزوجة ديالو فكيقولوا لها الملف خاوي، أي يا إما هاد الناس بغاو يسكتوا هادشي بغاو يبردوا هادشي تيشوفوا واش غادي يطلقوا ولا لا، علم لله، أو شوف هناك أمور أخرى. فالإخوان قد يكون مخطئ السيد، احنا نمشيو بديك الدرجه ديال ان السيد مخطئ، قد يكون اخطا هذا السيد هذا، قد يكون انه يعني مشى دار حوايج اللي هي خايبه، ولكن ربما كان واحد النهار دار شي حاجه زوينه في حياته، يقدر واحد النهار كان ساعد شي واحد، يقدر واحد النهار كان وقف مع شي واحد، يقدر واحد النهار، انا ما كنتكلمش مع يعني الناس اللي ما عندهمش به علاقه، انا كنتكلم مع الناس اللي كانوا ربما في يوم من الايام ربطوا به علاقه، او لا كان عندهم او كانت عندهم صداقه، او يعني وقف معاهم في شي حوايج. انا كنتكلم مع هاد الناس اليوم، انا كنقول هاد الناس فينكم؟ علاش ما وقفتوش مع هذا السيد؟ ربما يكون ظالم ودار فيك واحد الخير وقف معاه. وانا كنقول لكم عاوتاني وكنعاود نقول باش ما تكونونيش شي حوايج اللي ما قلتهاش، انا ما كنتضامنش مع هذا السيد، ولكن كنقول امور جد خطيره كاينه، كاين امر خطير اللي خاصكم الله يجزيكم بخير تعرفوه. هذا السيد ما عندوش 14 ضحيه، هذه خاصكم تكونفيرميوها، هذا الشيء هذه خاصكم تحطوه في بالكم، ما عندوش 14 ضحيه وحتى شي ضحيه ما وقفت عليه في هذه المحكمه. هاد السيد في الوقت اللي دار الفيديو على انه بغى يفضح واحد المشعوذه اللي عندها علاقه مع ناس في السلطه، ناضوا اوتوماتيكمون ملي مشى للمحكمه اعتقلوه، ولكن عنده مشكل مع واحد البنات اللي هما عايشين في الشمال، هذا مشكل كاين، اي كاين هذا المشكل، تهمه الابتزاز اللي دايرين ليه اولا اللي كاينه ديالنا هذاك كتبقى حتى كيشوف القضاء اشنو غادي يدير فيها. الا كانت فعلا هاد السيد داير هادشي فخاصو يتحاسب، الا هاد السيد عنده مشكل فعلا مع هاد الناس ودير، فانا كنقول علنيه على انه خاصو يتحاسب، الا ما دايرش غادي يخرج والمتهم بريء حتى تثبت براءته. ولكن باش تنوض الصحافه وتغلط الناس وتقول على انه كاين 14 ضحيه اللي نصب عليهم فهادشي الله يجازيكم بخير راه ما كاينش. اذا هذه كانت رساله من عند ولد الشعب، كنقول لكم على انني انا راني ما عنديش به علاقه، ولكن بغيت نقول الحقيقه ونقدر نتضامن معاه من واحد الجانب، غنتضامن معاه حيت كذبوا عليه، غنتضامن معاه حيت قالوا 14 ضحيه، وانا قلت لكم في الاول راني ما متضامنش معاه. علاش؟ لانه الا كندير هذاك المشاكل فانا ما غاديش نتضامن معاه، ولكن الا كان السيد بريء فانا غادي نكون في جنبه، هذه مساله مفروغ منها. واخيرا كنبغي نقول لكم على ان علاش دويت، السبب اللي خلاني نتكلم هو ان لا 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 هذا الاخ محمد عنده مشكل ديال انه مسجون وعنده جوج وليدات، فالله يجزيك، انا عارف على انه كاينين الناس اللي كينتقدوه، هادشي انا عارف، الله يجزيكم على قبل وقيله واحد الوليد وواحد البنيه وهذيك المراه وهذيك الام ديالو ديروا بوجهها، واللي قدر او اللي تعاون معاه شي نهار اللي تعاون معاه شي نهار وقدر اليوم يتعاون معاه، فربما المحامي باش غيخلصوه، ربما القفة باش غتخلصها مرتو، ربما يعني كيفاش دوك الحليب اللي كتجيب، ما عرفتش انا دابا غير حاجة، اسيدي نديرو اسيدي هاد السيد هذا ظالم، ديروا معايا واحد القضية منين غادي يجيب الفلوس، هو دابا في السجن ما خدامش، مرتو راه هي عايشة دابا حاليا كاينة مع والديها أولا كاينة دابا في الدار، شكون اللي غادي يعطي شي حاجة؟ قد يكون أخطأ يوم من الأيام،
ولكن في يوم من الايام راه يقدر يكون دار واحد الحاجه زوينه. لا علاش حنا الشعب كننكروا الخير ديال الناس؟ يقدر يكون دار واحد الحاجه زوينه في حياته. هاد السيد هاد مول الكاسكيطه ما دار حتى شي حاجه زوينه. اه فعلا كان كيهرج كان كيضحك الناس في الايام الاولى فاش بدا، ولكن في يوم من الايام ربما يقدر يكون دار شي حاجه زوينه، ربما يقدر يكون ساعد شي واحد، ربما يقدر يكون عاون شي ناس. ربما انا كنقول غير اليوم فين هما هذوك الناس اللي عاونهم؟ انا اللي ما ما ما, ما عندوش به علاقه وانتقدوا من حقه، اللي شاف هذوك الفيديوهات على انه سكران ومشى كيهرس ولا ما عرفتش شنو طرا ليه، كان في واحد الحاله ما واعيش فيها، من حقك اخويا تنتقد السيد، وانا اول واحد غادي ننتقده. ولكن هذوك الناس اللي عاونهم فينا هما؟ هذوك الناس اللي وقف معاهم فينا هما؟ هذوك الناس اللي كان كيدوي عليهم فينا هما؟ انا غير سؤال، حيت انا ما كنقول كلام الا ومتاكد منه 100%. الله يجازيكم بخير، انا كنقول لكم الله يجازيكم بخير. فينا هما هذوك الناس؟ الى 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 شي واحد قدر يعاونو فكنقول لكم راه النمره ديال مرتو حطيتها لكم، اولا ديال العائله ديالو، رقم العائله ديالو راه حطيتها لكم دابا في 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 يعني في هذا اللايف هذا. اللي قدر ربما بان لي واحد البسيط من الامل في هذا السيد، او بالاحرى غير قدر يستوعب الكلام اللي قلت لك على ان السيد راه داس محاكمات مع هذه السيده هذه، او مع هاد العيالات، او مع هاد النساء، او مع هاد البنات اللي عايشين في الشمال، وما كانش كيتعتقل، ولكن تعتقل في المده اللي تكتشف او اللي بغى يكشف فيها واحد الوحده اللي هي عايشه يعني في الشمال وكدير الشعوذه وعندها علاقات، وكيقول السيد على انه عنده ادله. يلا الله يجازيكم بخير الاخوان. علاش ما كيتحاسبوش الناس الكبار؟ علاش ما كيتحاسبش الوزير؟ علاش ما كيتحاسب داك اللي دا 22 مليار؟ علاش ما كيتحاسبوش الناس الكبار عباد الله؟ علاش الوزير ما كيتحاسبش؟ علاش الرئيس ما كيتحاسبش؟ علاش رؤساء الجماعه ما كيتحاسبوش؟ علاش القياد ما كيتحاسبوش؟ علاش الناس اللي قتلوا وشفناهم بعينينا، اللي يعني كانوا معاهم الوليدات الصغار في طنطان ولا ما عرفت فين، علاش ما تحاسبوش؟ علاش الاموال اللي تهربت لبنما، علاش دوك الناس ما يتحاسبوش؟ علاش ما كاينش العدل؟ علاش ما كاينش واحد العدل في علاش الناس اللي كنكشف لكم انا بالاسماء عباد الله ما يتحاسبوش؟ علاش السيد اللي سميتو محمد المليح اللي جبدتو لكم بالاسم ديالو وقلت لكم هذا راه نصاب وكيدير الناس ما تحاسبوش؟ الا بغيتو تحاسبوا مول الكاسكيطه حاسبوا الناس الاولين، حاسبوا الوزراء اللي كلاو رزقنا، اللي داو الاراضي، اللي كيمشيو راه غدا يوم القيامه غادي نتحاسبوا. علاش ما تحاسبوش الناس الكبار؟ واقسم بالله الا الظلم، اقسم بالله الا كاين الظلم، انا كنقسم فمي بالله الا كاين الظلم في هذا البلد، وانا اقولها على ان هذا السيد هذا راه مستهدف. اقسم بالله الا هذا مول الكاسكيطه مستهدف، بالرغم من داك الشيء كله اللي وصلكم عليه على انه نصب، وعلى ان الفيديوهات اللي دار وهذاك الشيء كله مستهدف، وهددهم هددهم. خاصكم تعرفوا هذا الشيء، لو ما هددهمش انا غير المده الزمنيه اللي قال على انه غادي يلوح واحد المشعويده كينوضو هما كيعتقلوه، وكيعتقلوه بأدلة، راه المخزن هذا راه ماشي اللعب، راه كيعتقلوه بأدلة. السيد عنده تهم، كيقولوا على أنه كاين الابتزاز وكاين كذا والنصب، والمشكل اللي عنده وحيد مع واحد الدريات اللي كاينين في الشمال. أنا كنقول لكم الله يجازيكم الله يجازيكم بخير. إذا كنتم تريدون محاسبة يعني لا انا ما لا هاد السيد لا ايا كان، حيت ما دمنا دخلنا في هاد الفاد 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 كنقولوا حنا محاربه الفساد، وكنحتاطوا على اننا حنا ما نكونوش بعدا فاسدين، وحنا ماشي ملائكه للاسف. غير كنقول وكنعاود، حاسبوا الكبار، حاسبوهم، حققوا مع الكبار، حققوا مع الوزير، حققوا مع المافيات، حققوا مع الناس. ولكن لا يمكن ان واحد ما غادي نتكلم في شي حوايج، غادي نولي نقول شي حوايج اللي هي خطيره واللي انا عالم عليها واللي بعد تيخطرش ما كنقدرش نقولها لانني وليت كنخاف على راسي. بل مرات اخرى ما كتبقى تهمني حتى شي حاجه، كيهمني غير الشعب. اذا اخيرا كنقول لكم الله يجزيكم بخير، اللي بغى يتعاون مع هذا السيد ربما في القضيه ديالو، اولا في المحامي، اولا فهو عنده الجلسه يوم الاربعاء المقبل،
واخيرا غادي نقول لكم راني حاط لكم النمره ديال العائله ديالو. ربما شي واحد كان دار فيه شي خير يقدر يعاونه، وربما هذوك الناس اللي كان تعاون معاهم يقدروا يعاونوه. انا غير كنقول لكم اخوتي راني تكلمت على مول الكاسكيطه بالرغم من انني ما عنديش به علاقه وطيده، ولكن اعلم على انه ربما القلب ديالو ابيض، وانا كنقولها علنيه. هذاك السيد، وانا كنقولها حتى النشطاء ديال الفيسبوك، كنقول لهم ربما هذاك السيد راه القلب ديالو ابيض بالرغم من انه عنده اخطاء، كيبقى عبد، ولكن دا ربما دار واحد الحاجه زوينه في حياته. اذا بارطاجيو هذا الفيديو، وصلوا الميساج على ان السيد ما عندوش 14 ضحيه، وصلوا الميساج على ان السيد قد يكون، انا كنقول قد يكون مستهدف، لان المده الزمنيه اللي تعتقل فيها هي المده اللي قال على انه غادي يكشف حقائق على واحد المشعوذة اللي عندها علاقة، وانا راه كررت دابا في هذا الموضوع، عندها علاقة مع ناس اللي هما في عندهم في السلطة، الناس اللي تعاون معاهم هذا السيد ربما شي نهار كنقول لهم فينا هما اللي تعاون معاهم، وربما الا مشيتوا الفيديوهات ديالو ضروري غادي تلقاو شي حاجه زوينه دارها. ما يمكنش هذا السيد كاع سيدي حنا نقولوا سيدي سب الفنانه ودار وكذا ومشى وما عرفت شنو، ولكن باش يلفقوا ليه تهم ديال 14 ضحيه ما كايناش. وانا ما كنخافش، كنقول الكلام وما كنخافش، انني عندي ادله، والادله من عند الاهل ديالو اللي بغى يتاكد، راه النمره ديال التليفون ديال الاهل ديالو يعيط لهم ويسولهم، ويعيط للمحامي ديالو ويسولو. واخيرا كنقول لكم بالرغم من انني قلت في الاول انني لا اتضامن مع مول الكاسكيطه، بل اريد ان اقول الحقيقه، ولكن اتضامن معه في الكلام اللي قالوا عليه على انه عنده 14 ضحيه. ما كاينش الاخوان، الله يجزيكم بخير، هذا الشيء ما كاينش. ونقول لكم واحد الكلمات باش تنوض يغلطوكم وينوضوا يحاسبوا مول الكاسكيطه مثلا على انه مثلا دار واحد من دون هاد الناس هادو كلهم اللي هما فساد، اللي هما كيديو الاراضي، واللي هما كيمشيو يمصوا الدم ديال الشعب، واللي كتخرج لهم المناح وكيديروها في جيوبهم، واللي 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 كيمشيو للمناح ديال السبيطارات ما عرفتش، اقسم بالله ما عرفتش. راه ربما راني ما بغيتش نقول شي حقائق اللي جد خطيره وراها عندي. راه ما غنتكلمش على الناس اللي كيمشيو يبنوا الفيلات القوضات اللي كيدوزوا عندهم، ما غنتكلمش عليهم، حيت لا تكلمت في هذا الموضوع، هذا موضوع اخر، وراه ما كنقول شي حاجه من الفارغ، غير باش الناس ديال يعني الناس اللي عندهم اللي كيديروا التحقيق في هذا الشيء هذا، راني ما كنتكلمش فارغ وما كنقول شي كلمه من فارغ. وحنا راه حنا مع الامن والاستقرار ديال البلاد، ولكن إذا كان الاستقرار ديال البلاد ما كيحاسبش الشفارة الكبار، لأن البعض من رجال السلطة كياكلوا الخبز معاهم، راه هي هذه من اللي كتجبد لهم واحد الإنسان اللي هو كبير وشفار والكبير هو الله، وما كيعتقلوش. أشنو كتشوف هنا؟ كتجي غير في الفقير، راه كتجي غير في الفقير، راه أنت ما عندكش الكالة اللي غيكالي عليك غادي يهزوك طيح فيك ما يعقلوش عليك. وأنا كنقولها على أنه الكاسكيطة راه داوه بمحضر، اي انه عنده مشكل مع واحد البنات اللي كاينين في الشمال، ولكن في نفس الوقت راه خاصكم تعرفوا على انه بغى يفضع واحد الكارثه ديال واحد المشعوذه. اذا كان هذا ميساج من عند مشكاره، كنقول لكم الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا الفيديو ووصلوه لاي واحد، وصلوا لي هذا الميساج وقولوا لاي واحد بغى يقدر يتعاون مع هذا السيد راه مأزم دابا. انا تكلمت غير من الحاله الانسانيه بزاف، كاع نجيكم من الاخر، انا تكلمت اخوتي من الحاله الانسانيه، مرته راه ما خداماش، عنده بنيه ووليد، الى كاع نديروا سيدي هذا السيد هذا خطا تعاونوا معاه، الله يجازيكم بخير، تعاونوا معاه، راه دابا في الحبس، راه في السجن، تعاونوا معاه، الله يرحم لكم الوالدين، اللي يقدر يعاونوا بشي بركه يصيفطها للمرتوق راه النمره ديالهم، اللي يقدر يعاونوا ربما يخلص لي القضيه ديال المحامي، اللي يقدر يشري لي كوش لولاده، اللي يقدر راه ربما شفتو مؤخرا مرتو كتقول على انها كيقول لكم الاخ بغى يبيع لا 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 يعني بغى يبيع هذيك الكاميرا باش كان كيسجل. راني يا اخوتي راه ما كنقولش لكم على ان السيد طاهر وملاك وكذا، تراني ما كندافعش على حتى شي واحد، ولكن راه الحاله الانسانيه تستدعي على اننا خاصنا نتدخلوا، الحاله الانسانيه ديال ولده وبنته اللي باقيين صغار خاصنا نتدخلوا، خاصنا نتعاونوا معاه، وإلا دار شي حاجه من الله كيف ما بغى يكون نوع هذا السيد هذا، ولكن باش يتحاسبوا الصغار والكبار ما يتحاسبوش فهذا ظلم، والمده الزمنيه اللي تعتقل فيها السيد هي اللي كذا كيف ما قلت لكم فهذا ظلم. يلا الاخوان الله يعاونكم، الله يعاونكم اخوتي، والله يطلق سلاح السيد. وغادي نختم بجوج كلمات وغادي نقول فينا هما الناس اللي واقيلا وقف معاهم يوم من الايام، فينا هما الناس اللي تكلم عليهم يوم من الايام، فينا هما الناس اللي تضامن معاهم يوم من الايام،
وبطبيعه الحال الناس اللي ما عمرو وقف معاهم ما كنتكلمش عليهم ينتقدوا من حقهم، الا شافوا شي حاجه خايبه عليه يقولوها من حقهم، ولكن ما تمشيوش ف ف ف ف ف ف يعني ف ما تجريوش في الماء ديال الصحافه اللي كتغلط الناس وكتعطي الحقائق الخطيره او الحقائق اللي ماشي صحيحه. يلا اخوتي السلام عليكم، اللي بغى يتضامن معاه راه النمره ديال العائله ديالو يعاونوا ولا يشوف اش يدير. انا اللي عليا راني درتو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما تحاسبوا من الكاسكيطه حاسبوا الشفاره الكبار ديال البلاد، وراه البلاد راه عم الفساد في البلاد، وكيفما قال الملك البلاد اللي هو ملك، اين الثروه؟ السلام عليكم.